السلام لافامي، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى كل واحد يكون بخير وعلى خير. شكرا كل واحد عمل لايك للفيديو اللي قبل، وكل واحد حط تعليق زوين وغزال. اليوم معكم في واحد الفيديو اخر، اللي هو عندي واحد ليفينمون اليوم تيتسمى وينتر ران. ف بغيتكم تمشيو معايا جميع ونشوفوا ليفينمون كيدوز. ف الوينتر ران هو واحد السباق صغير ديال 10 كيلومتر ديال الجزيرة، اللي تيدار في هذا الشهر، هذا شهر واحد، تيتسمى الوينتر ران علاش تيكون في واحد الظروف اللي هي بارده. فتقريبا هذه سنتين تنشارك فيه ديما، هذا العام الثالث. فغادي نشوفو، خاصنا نغيروا الحوايج، نبدل الحوايج هما الاولى ونخرجوا نشوفوا شنو كيدو السباق. يلا نبدلو. كيف تشوفوا اليوم قررت نجرب الثاني، هذا كنت مولف نجرب تي شيرت عادي ديال الجرا، فاليوم قررت نجرب الثاني هذا. كيف تشوفوا هنايا خاطر المغرب. يلا نشوفكم بعد، تشاو. احنا الخوت وصلنا للبلاصه، هذا دايرين في واحد الهونغار هنايا كيف تشوفوا، دايرين فيه الانطلاقه والوصول. وكيف تشوفوا لهاد المدينه، بقى تقريبا ساعتين باش ننطلقوا. ف الناس يلا تيجيو كيف تشوفوا. هادي بقى خاوية، هادو لي طواليت أشوفهم. غنشوفو جميع كيداير التنظيم قبل ما يبدا يجيو الناس بزاف ونكملو. شو معنا الداخل؟ بقى هاد لونغار خاوي، مازال ما تيوصلو الناس. مع الخمسة، الخمسة غادي تكون الانطلاقة ديال الناس اللي عندهم 5 كيلومتر، ومع الستة غادي تكون الانطلاقة ديال الناس اللي مسجلين في 10 كيلومتر. غادي نحاولو نشوفو جميع كيفاش تمشي الأمور. باقي يلا تيوجدو. فهاد هاد وينتر ران كيف قلت لكم درت جوج المرات، فهاديك جوج المرات كانت تكون تيكون ثلج، تيكون الجو باد بزاف، فتنجريو في الثلج، وهذا هو الميزه اللي تتميزو انك تجري في الثلج. فهاد العام هذا كيف تشوفوا الجو ما فيهش ثلج بزاف، طاح وداب ماشي مشكل. كيف تشوفوا هنا ليست ديال المشاركين كاملين اللي كاينين في الوينتر ران. هنايا نقلبوا على الاسم ديالنا، هنا كيف تشوفوا كاين الناس اللي مشاركين في 5 كيلومتر والناس اللي مشاركين في 10 كيلومتر. فالاسم ديالي هو
البلد المشارك ديري ليا المغرب موراكو. ف اغلبيه ديال الاسماء اسماء سويديه، حكي مشيت تشوفوا العائله هذه كامله عندها إريكسون، عائله كامله مشاركه. شفتوا معنا الناس اللي غيبداو مع الخمسه دابا تيسخنوا ليها، شوفوا مجموعه هنا ديال 5 كيلومتر مشاو. فا غادي نمشي نسخن دابا، خاصني بقات لي انا تقريبا شي 45 دقيقه خاصني نمشي نسخن فيها. سو كيف شفنا جميع الناس ديال 5 كيلومتر يلاه طلعوا، قدنا حنا تقريبا 45 دقيقه با خاصني نسخن فيها بنت الحوايج. فصعيب تبدا الجرا و عضلات ما سخانش، فغادي هاد الكاميرا اللي عندي غادي نخليها حيت مايمكنليش ناخدها معايا، فغادي نحطها مع الباكاج. فغنقدر ناخد معايا الجو برو ونشوف نصور مرة مرة، واخا خاصني فوكوسي على الجرا. يلا نشوفكم بعد الجرا. اوكي تشاو. We'll be right back.
السباق. ف كان هذا من بين احسن السباقات اللي بديتهم هذا العام في 2019. التوقيت اللي درت زون 10 كيلومتر درت فيها 42 دقيقه, يعني هذا احسن تيمبو اللي بديت بهم هذا العام. كان الجو شويه هاد التراجي اللي داروا هاد المره داروا جديد, كانوا تيديروا في مدينه الملاهي ولكن هاد المره داروا بلاصه اخرى في المدينه, فكان على العموم مزيان. المهم الاهم من هادشي كان هو التوقيت اللي حققت, توقيت واعر. يلا نخليكم, عاودوا تشوفوا فيديو اخر. تشاو.